التواصل يستمر والأشواط تتوالى والانطلاقات جميلة للقاية في أرضية ميدان المرموم كالعادة دائما بهذه الأثار الحاضرة والتحديات الرائعة والجميلة في هذا الانطلاق. ينطلق بحفظ الله ورعايته ثامن أشواط مساء هذا اليوم ليحمل لنا كذلك في طيات الكثير والكثير من التنافسات والتحديات مع الإبكار الثنايا إلى صايل اللي انطلقت في عمق هذا الميدان، انطلقت وتبحر في 8 كيلومترات تندفع وتتنافس على شرف الفوز والناموس، تندفع استعدادا للمهرجانات والتحديات كذلك في هذا الانطلاق في هذا الملتقى في مهرجان سمو ولي عهد دبي حفظ الله ورعاه. انطلق الشوط وانطلقنا مع الكيلو المتر الأول لنتعرف على المراكز الأولى، لنتعرف على تبادل المراكز طيلة هذه المسافة 8 كيلومتر حتى نصل إلى خط النهاية في هذا الاندفاع الجميل، وناتي مع المركز الأول ونسير هناك لنتقدم بالمقدمة. شعار سمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان تتقدم الصدارة، دستور يا الساحل الشرقي، دستور على مقدمة الشوط لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، يضمرها الصادق بن فضل الأمين الذي قدم الكثير والكثير من بداية هذا الموسم ما شاء الله بمشاركات جميلة، ولكن هجن العاصفة تتقدم مع الشاهينية، غياث الهلالي يقدم العاصفة وهجنها على هذا الاندفاع. المركز الثالث أيضا الشاهينية من هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي. المركز الرابع رابع المراكز وهذه وفاء، هذه تتقدم هاملولة اللي تدخلت هاملولة في هذه اللحظات، هاملولة من هجن الرياسة يضمرها الظافر علي بن يمي اللوهيبي يتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس وهذه تقدمت مشاهدين الأعزاء الشاهينية في المركز الخامس تتقدم بخامس المراكز من هجن الرياسة أيضا تتقدم ويضمرها حارب بن مغير العميمي يتقدم مع هجن الرياسة في هذا المنطلق وهذا الاندفاع الجميل. المركز السادس الشاهينية من هجن الرياسة يضمرها محمد بن عتيج بن زيتون، هجن العاصفة على المركز السابع مع الشاهينية يضمرها غياث الهلالي. أما المركز الثامن تأتي الشاهينية من هجن ند الشبا يضمرها سالم بسعيد، والمركز التاسع في هذه اللحظات هذه الشاهينية من هجن الرياسة يضمرها محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، والمركز العاشر هذه هياض لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان نايم بن علي الغيلاني يتولى عملية التضمير. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط وانطلاقاته في هذا الجو الرائع. بدت سماء المرموم بدت تلبد بالغيوم في هذه اللحظات وبشائر الخير بالأمطار إن شاء الله على هذا الوطن الغالي وعلى المرموم بالذات. يا سلام، ونعود إلى المراكز الأولى الله، طاب اللقاء والجو طابي وغيم سما المرموم يا صاح، وسجيت مع فكري وسرابي في ذكريات العام اللي راح، هذه السنة عقب الشبابي وشلون تعليقك يا سفاح، أول معارك ضهت نابي وتير لك موال وانواح، وفي باصنا عدة زهابي زفت عروس بليلة أفراح. يا سلام، هذه أجواء المرموم وتحدياته وانطلاقاته وذكرياته كذلك في هذا المنطلق. نعود إلى المراكز الأولى في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق، نسير مع المراكز الأولى الشاهينية والشاهينية في هذا الانطلاق والاندفاع مع المراكز الأولى في هذه التحديات. هذه شواهين العاصفة
وغياث غياث الهلالي يتقدم مع المركز الأول، يتقدم مع المركز الأول في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل مع غياث الهلالي ومع هجن العاصفة المتقدمة المبشرة لجماهيرها. شكرا يا الهلالي في هذه المشاركات وهذه الانطلاقات، خصيصا في هذا الاستعداد في هذا الاندفاع. المركز الثالث هجن الرياسة، هجن الرياسة الشاهينية تتقدم على المركز الثالث في هذا الانطلاق والاندفاع، وهجن الرياسة يقدمها حارب بن مغير العميمي بو سلطان من يقدم كذلك مع هذا الشعار هذه الانطلاقات والاستعدادات الباينة والواضحة. المركز الخامس، خامس المراكز ولا الرابع؟ هذه خلني أشوف هناك ثلاث، نعم هذه الرابعة، هملولة الرابعة من هجن الرياسة والظافر علي بن يميل لوهيبي يتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس، خامس المراكز في هذا الانطلاق والاندفاع، في المركز الخامس هجن ند الشبا تتقدم في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع، وهناك التضمير مع سالم بسعيد اللي يقدم التضمير، بينما هناك من الجانب الآخر في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع هجن العاصفة تتقدم مع غياث الهلالي، يقدم هجن العاصفة وكذلك هجن الرياسة الشاهينية، والشاهينية على المركز السابع والثامن مع بن زيتون محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، وهناك دستور لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان والصادق بن فضل الأمين يقودها على المركز التاسع. والمركز العاشر أيضا الشاهينية من هجن الرياسة مع محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هذه الإذاعة الثانية، هذا ندانا الثاني للعشر المراكز، للعشر المراكز الأولى المتقدمة في شوطنا الثامن في أشواط مساء هذا اليوم في تحديات هذا المساء الجميل والرائع مع هجن أصحاب السمو الشيوخ في هذا المنطلق وفي هذا الملتقى. يا سلام، عودة مرة ثانية، عودة إلى المراكز الأولى، إلى المراكز الأولى. الشاهينية غيرت تقريبا، نعم هذه على الشاشة أشوف الكادر، أنا أشوف الكادر مع مخرجنا اللي ماخذ الثلاث المراكز الأولى. الله، الشاهينية على رأس الحربة من هجن الرياسة على مقدمة الشوط حارب بن مغير العميمي، كذلك يتقدم مع التضمير ومع هذا الاندفاع الجميل، بينما المركز الثاني والثالث الشاهينية، والشاهينية من هجن العاصفة تتقدم على ثاني المراكز، وعلى المركز الثالث يضمر هجن العاصفة اللي هو غياث الليالي وغياث الهلالي، يتقدم مع هذه الانطلاقات مع هذه التحديات. شوف المركز الرابع، هناك هملولة من هجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي يقدم المركز الرابع. الله الله الله، بدأ انحنى الميدان، بدأ الالتفاف الأخير، بدأت زاوية الاتجاه، بدأ اتجاهنا إلى المراكز الأولى في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل الذي يحمل ميدان المرموم. كل ما هو رائع، كل ما هو جميل على أرضية هذا الميدان. نعود إلى المراكز الأولى ومغادرتنا للوحة الاثنين كيلو متر، للوحة الاثنين كيلو متر، يعني انتهت الستة كيلو مترات ودخلنا في الاثنين كيلو متر الأخيرة. والشاهينية على المركز الأول تتقدم بالمقدمة، تأتي بهذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل على أرضية هذا الميدان. الشاهينية تحمل شعار هجن الرياسة، يتقدم حارب بن مغير العميمي على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول مع الشاهينية في هذا الاندفاع، في هذا اللقاء الجميل، في هذا الاندفاع الرائع. المركز الثاني الشاهينية، والشاهينية من هجن العاصفة على المركز الثاني والثالث بقيادة وتضمير غياث الهلالي على هذا الانطلاق الجميل. والمركز الرابع، يلا يا جماعة، يلا بدأ التحدي، بدأت الانطلاقات، بدأت التحديات من المجموعة الأخرى. هناك
مع الشاهينية مع بن زيتون وشعار هجن الرياسة، والشاهينية بشعار العاصفة ومع غياث الهلالي، وهملولة مع بن يميل بشعار الرياسة تتقدم كذلك بهذا الاندفاع الجميل. بعد ما غادرنا لوحة الإعلان، بعد ما انطلقنا مع هذا الاندفاع الجميل، ولكن وينك يا ابو سلطان؟ وين ابو سلطان راح هناك مع الكيلو الاخير؟ مع الكيلو الاخير حارب يا حارب، حارب بن مغير العميمي يتقدم مع شعار هزن الرياسة ومع الشاهينية اللي بالمركز الاول، اللي تقود الشوط، اللي تنفرد بالمركز الاول وتباعد بينها وبين البغية. الشاهينية الشاهينية هذه عدملية، هذه العيدهية، هذه اللي تنطلق بالمركز الأول، هذه اللي تندفع بالمقدمة، تأتي بالمقدمة في هذا الاندفاع والانطلاق. الشاهينية من هجن الرياسة يضمرها حارب، يضمرها حارب بن مغير، يضمرها حارب بن مغير، يندفع مع شعار هجن الرياسة. المركز الثاني هجن العاصفة الشاهينية، والمركز الثالث الشاهينية من هجن الرياسة مع بن زيتون. ولكن روح يا بن مغير، روح، راحت مع المركز الأول، راحت بالناموسة، راحت بنقطة هذا الشوط بدون منافس على الإطراق. الله 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 الله، هذه الشاهينية من هجن الرياسة تنفرد بالمركز الأول بدون منافسة، تأتي بهذا الانطلاق. تهانينا لهجن الرياسة للشعار الأحمر بهذا الأداء الجميل، تهانينا وشكرا، شكرا 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 أبو سلطان على هذا الأداء الجميل وعلى هذه المحافظة على الشاهينية وهذا النوع الطيب وهذا الأداء الجميل. تهانينا، تهانينا لهجن الرياسة، والتهنية لحارب بن مغير العميمي الشاهينية في المركز الثاني، من هجن العاصفة المركز الثالث هملولة، من هجن الرياسة المركز الرابع الشاهينية، من هجن الرياسة وكذلك الشاهينية الخامسة من هجن الرياسة. هكذا كان مسار هذا الشوط الجميل والرائع. عودتنا مرة ثانية على المراكز الأولى لننطلق بهذا الاندفاع، ولكن نحن نعود مع التوقيت الزمني، مع التوقيت الزمني للثلاث المراكز الأولى. وهذه الشاهينية قدمت توقيت زمني مقداره بنشوف على شاشة التلفزيون في 8 كيلومترات 12 دقيقة و 18 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، والتهنية الحارب بن مغير العميمي على هذا الفوز والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني تتقدم ب 12 دقيقة و 22 وجزئين من الثانية الشاهينية من هجن العاصفة بتضمير وقيادة غياث الهلالي. المركز الثالث نشوف هملولة، نشوف توقيتها 12 دقيقة 22 ثانية، ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا لعلي بن يميل الوهيبي، تهانينا للجميع.